أمي كنت رح أتصل فيكي، كيف صار إبراهيم؟ يا عمري الولد عم يبكي وماله مود، أنا رح أخذه على المستشفى هلأ. طيب شبه خير؟ والله ما بعرف، بس هو عم يبكي كتير من الصبح، ما سكت ولا لحظة واحدة. يا ريت شفته قبل شوي كيف غشي وهو عم يبكي، انقطع نفسه وازرق لونه كمان. طيب أمي أنت خديه على المستشفى وأنا لاحقكم لهنيك، خديه بسرعة ماشي؟ طلع فيني، لازمني شب مشان خطتنا التانية، بس بدي اياه يكون شخصية وطويل وحلو كتير، يعني لا تجيبه بشع مثلك انت. انتي ما بتتعبي كل يوم بتخططي لشي؟ بس حبيبتي انا بفضل هاي الخطط وصلت لهي المرحلة، غلط شي؟ وهي اخر خطة. طيب وشو بدك من هالشاب؟ شغلة بسيطة، انا بدي من هالشاب يكون مثل خيالة لإلي، يعني بالسوق وبالشارع، يعني وين ما راحت لازم يضل يلاحقها، وإذا بيلاقي فرصة مناسبة، قصدي إنه يمسك إيدها أو يحاول يقرب منها، يعني مثل العشاء. طبعاً لما بيكون عم يعمل هيك أنت بتكون عم تصورها. يا عيني حبيب إليف الخيالي ما؟ لا خيال ولا شيء، بس بدي عزيزي يشوف صوره مع هالشب. تفضل. أهلين بنتي، عدو. عمي نجاة شوفي، ليش طلبت مني أجي لعندك؟ عزيز رفع قضية أبوي لابنه. لا مستحيل، حكينا بهالموضوع بالمستشفى، قال لي ما عاد في محكمة أبداً ورح يسحب هالقضية. ما بعرف يا بنتي، معناها ما وفى بوعده. عزيز ما بيعمل هيك ابنه، مو معقول. انتي لازم تتوقعي اي تصرف منه، اكيد رح يرفع قضية وصاية على الولد، واذا وصل الموضوع للمحكمة صعب تاخدي ابنك، وبوضعك ما في ولا قاضي ممكن يعطيك الولد. عمو نجات، فيني اترك امي عندك لأرجع؟ انا لازم روح احكي مع عزيز. تكرم عينك يا بنتي، لا تاكلي هم. امي انا لازم روح واخذ ابني من عزيز. شو بالولد؟ مرضان شي؟ انت شو عرفك؟ الولد ما هدي، فقلت له انه تجي. انت امه لهالولد؟ لا مو امه، انا عم ربيه لحالي. الولد لازم يرضى حليب من امه، ما عم بيتقبل الصناعي، او لازم تحاول تطعميه باي طريقه. بس اذا ضل على هي الحاله لازم تجيب له شي وحده ترضعه، لانه اذا ما تغذى منيح ممكن نضطر ننيمه بالمشفى. بدي الهوية مشان التسجيل. لسه ما سجلنا. طيب أنا هلأ رح أكتب له الدواء، بس حل هالموضوع بأسرع وقت، لازم تسجل الولد على اسمك. ما بعرف مين هالرقم، خدي ردي. ماشي. الحمد لله. نعم. الو، بدي احكي مع عزيز. اوه إليف خانه، هي انتي؟ اعطيني عزيز لاحكي معه. انا بعتذر كتير لانه عزيز مشغول هلا، نحن بالمشفى عم نحكي مع الدكتوره، الولد مريض صحيح؟ انتي ما عندك خبر مو هيك؟ انتي شو عم تقولي؟ شبو ابني؟ المسكين ابنك على الاغلب رح يموت من الجوع، بالظاهر ما رح اضطر اعمل شي لانه رح يموت لحاله. اعطي التليفون لعزيز بسرعة. لو انك قبلتي بالعرض تبعي لكان ابنك حبيبك على حضنك من زمان، بس رح تقولي له كلمة واحدة، بتقولي له انا خنتك. يلا عيدي يا وراي، خنتك. انا خنتك. ما رح تقدري تضحكي علي، انا مستحيل وافق على هالشي، عم تفهمي؟
أصبحوا أنت كمان مستحيل تقدر تشوفي ابنك بعد هلأ، مفهوم مو؟ مين سهام؟ مو مهم. إليف عم تسأل عن الولد. إليف؟ عزيز شو به؟ ليش أخذته على المستشفى؟ أنا لازم شوفك بسرعة. عزيز لا تساوي هيك كرمال الله، اللي جبه الولد. عملي مثل ما عم قلك. عزيز ماشي، بس جيب معك إبراهيم لو سمحت. ألو عزيز، عزيز بس إيدك جيب ابني معك، لا تحرموني من ابني. خلصنا يا روحي، والله حرام عليك تعمل هيك بالولد، بكفي خده لعنده مشان ترضعه، يعني شو ما كان بس بالنهاية هي أمه. أنا رح راقب من هون وانت روح لعندها. متأخر الباص كتير. ايه رح نستنى كمان. استغفر الله العظيم. عن جد انا ما عم افهمها لإليف ابدا، يعني معروف مين أبوه وأمه لهالولد، سجليه بالنفوس وخلصينا. عن جد حرام يلي عم تساويه بالولد المسكين. انتي خليكي بحالك ولا تتدخلي بشي ما بيخصك. أنا مخطط لكل شي ورح خبرك شو اللي عم يصير هلأ. إليف خايفة كتير إني أخذ الوصاية على الولد، لهيك ما عم تقبل تسجله بالنفوس. إيه وكيف رح تقنعها لتسجل الولد؟ لتكون ناوي تعطيها إياه؟ إليف هيك رح تفكر. كيف يعني؟ لتكون ناوي انك تكذب على إليف؟ كل هذا الشيء من شان مصلحته. إليف ما بتقدر تربي ابني وهلا ما لها حاسه على حالها، رح يجي يوم تتشكرني على الشيء اللي عم اعمله. وانت اصحك تساوي شيء وتخربي الخطه، عم تفهمي؟ معقول؟ ليش انت ما عندك ثقه فيني؟